نلاحظ كيفية تنفيذ اللوجيك فانكشن عندما تكون بصيغة البرودكت اوف سم باستخدام الديكودر. نأخذ مثال، لدينا لوجيك فانكشن بصيغة البرودكت اوف سم تحتوي على 3 متغيرات اكس واي وزد. قيمة الاف مساوية الى الصفر عند الماكس تيرم 0 1 و3 و5 و7. المطلوب تنفيذ اللوجيك فانكشن باستخدام الديكودر والنور جيت. عندما يتم استخدام الديكودر والنور جيت لتنفيذ product of some logic function يتم استخدام الاكتف هاي اوتبوت ديكودر. تلاحظون اعتمادا على المعلومات المعطاة بالسؤال يتم عمل التروث تيبل. لدينا 3 متغيرات اكس واي زد، اذا بالتروث تيبل اكس واي زد نضع 3 متغيرات. تلاحظون انه موقع الاكس والواي والزد بالتروث تيبل بنفس السيكونس اللي موجود باللوجيك فانكشن. بما انه لدينا 3 متغيرات، اذا لدينا كم كومبينيشن؟ 2 اس 3 8 كومبينيشن. تكون قيمة الاف مساوية الى الصفر عند الماكس تيرم 0 والماكس تيرم 1 والماكس تيرم 3 والماكس تيرم 5 والماكس تيرم 7. 3 متغيرات اكس واي وزد، اذا عدد الانبوتس لاين للديكودر يكون مساوي الى 3. تلاحظون انه عدد الانبوت لاين متساوي الى عدد الانبوت فيربل للوجيك فانكشن. الاوتبوت لاين للديكودر 2 مرفوع على الاس 3 ويساوي 8. اذا يتم استخدام 3 to 8 لاين ديكودر. الانبوت فيربل اكس واي وزد يتم ربطها الى الانبوتس للديكودر. تلاحظون الاكس والواي والزد تم ربطها الى الانبوتس للديكودر. طبعا الاكس تمثل لنا الموست سيجنيفيكانت بت والزد تمثل لنا الليست سيجنيفيكانت بت. تلاحظون انه يتم ربط الاوتبوت 0 والاوتبوت 1 والاوتبوت 3 والاوتبوت 5 والاوتبوت 7 الى الانبوتس للنور جيت. الاوتبوت للنور جيت يمثل لنا اللوجيك فانكشن اف. تلاحظون لو كان الكومبينيشن بيتس اكس واي زد على الانبوتس لاين للديكودر، هل يتم تحقيق اللوجيك فانكشن اف؟ نضع على الانبوتس لاين للديكودر 0 0 0. اذا كان الكومبينيشن بيتس على الانبوتس لاين 0 0 0، اي اوتبوت من الديكودر يتم تفعيله؟ الاوتبوت 0 راح يكون لوجيك 1، وبقية الاوتبوت تكون قيمتها مساوية الى الصفر. لماذا الاوتبوت الذي تم تفعيله اصبح لوجيك 1 وبقية الاوتبوت لوجيك 0؟ لان الديكودر اكتف هاي اوتبوت. نلاحظ بوابة النور، عندنا بوابة نور احد مداخلها 1، اذا الاوتبوت راح يكون قيمته 0. بوابة النور تعمل عكس بوابة الاور. بوابة الاور اذا كان احد مداخلها 1، الاوتبوت راح يكون 1 بغض النظر عن بقية الانبوتس. بينما بوابة النور اذا كان احد الانبوتس لها 1، الاوتبوت يكون 0 بغض النظر عن بقية الانبوتس. الاوتبوت للنور جيت يمثل البرودكت اوف سم لوجيك فانكشن المعطاة بالسؤال. ناخذ مثال اخر. تلاحظون المعطى بالسؤال لوجيك فانكشن بصيغة البرودكت اوف سم تحتوي على 3 متغيرات A و B و C. قيمة الـ B مساوية إلى الصفر عند الماكس تيرم 0 و 1 و 2 و 4 و 6. المطلوب تنفيذ اللوجيك فانكشن باستخدام الديكودر والأند جيت. إذا تم استخدام الديكودر والأند جيت لتنفيذ البرودكت أوف سم لوجيك فانكشن يتم اختيار الأكتف لاو أوتبوت ديكودر. تلاحظون إذا تم إنشاء التروث تيبل للوجيك فانكشن المعطاة، الـ A والـ B والـ C يكون تسلسلها بنفس السيكونس اللي موجود باللوجيك فانكشن A ثم B ثم C. قيمة الـ B تكون مساوية إلى الصفر عند الماكس تيرم 0 1 و 2 و 4 و 6. بما أنه لدينا 3 متغيرات، إذا الـ Input Line للديكودر تساوي 3. إذا كانت الـ Input Line للديكودر تساوي 3، فالـ Output Line راح يكون 2 أس 3 ويساوي 8. تلاحظون يتم ربط الانبوتس فيربل A و B و C الى الانبوتس لاين للديكودر. 3 to 8 لاين ديكودر المتغيرات A و B و C يتم ربطها الى الانبوتس لاين للديكودر.
ال A تمثل لنا ال most significant bit، ال C تمثل لنا ال least significant bit. اكتف لو output decoder، ال output للديكودر اللي يقابل قيم الماكس تيرم لللوجيك فانكشن المعطاة يكون انبوتس لبوابة الاند. تلاحظون الصفر والواحد والاثنين والاربعة والستة انبوتس لبوابة الاند. الاوتبوت لبوابة الاند يمثل لنا اللوجيك فانكشن بي. تلاحظون لو تم وضع الكومبينيشن بيتس صفر صفر واحد على الانبوتس لاين للديكودر، عندما يتم وضع combination bits 0 0 1 أي output يكون active؟ الoutput 1. إذا كان active بما أنه لدينا active low output decoder راح تكون قيمته 0 والبقية راح تكون قيمهم 1. عندنا بوابة AND أحد مداخلها 0 فالoutput راح يكون 0. نلاحظ بالتروف تيبل إذا عندنا combination bits للمتغيرات A و B و C 0 0 1 الاوتبوت شو يساوي لنا؟ يساوي لنا صفر. إذا وضعنا الكومبينيشن بيتس صفر واحد واحد على الانبوتس لاين للديكودر، عندما يتم وضع الصفر واحد واحد أي اوتبوت راح يكون اكتف؟ الاوتبوت ثلاثة. شو راح تكون قيمته الثلاثة؟ راح تكون قيمته صفر، والبقية شو راح تكون قيمهم؟ راح تكون قيمهم واحد. بما أنه الاوتبوت ثلاثة اللي قيمته صفر ما تم ربطه إلى بوابة الآند، تلاحظون أنه مداخل الآند كلها واحد، فقيمة البيش راح تكون مساوية إلى الواحد. بالتالي تلاحظون من التروف تيبل عندما يكون الكومبينيشن بيتس صفر واحد واحد الأوتبوت راح يكون البي راح يكون واحد. إذا كان المعطى بالسؤال logic function بصيغة البرودكت أوفسيت وكان المطلوب تنفيذه باستخدام الديكودر والأند جيت، يتم اختيار أكتيف لو أوتبوت ديكودر يحتوي على عدد أنبوتس مساوي لعدد المتغيرات الموجودة باللوجيك فانكشن المعطاة. يتم ربط المتغيرات إلى الانبوتس لاين للديكودر. الاوتبوت للديكودر المطابق لقيم الماكس تيرم المعطاة باللوجيك فانكشن يكون انبوتس لبوابة الاند. الاوتبوت لبوابة الاند يمثل اللوجيك فانكشن. تلاحظون طلابنا إذا تتبعون قيم الانبوتس لبوابة الاند وتجدون التعبير المنطقي راح يكون مطابق للبرودكت اوف سم لوجيك اكسبريشن المعطى بالسؤال.